السلام عليكم، اهلا اخواني اخواتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين صحتكم؟ لاباس كي قيلتوا هذا النهار هذا ان شاء الله باذن الله. وغنبدا معكم هذا الفيديو بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. وهذا النهار ان شاء الله باذن الله نقدم معكم هاد الوليات معمرين، نديرهم لوليدات الفطر ان شاء الله، نشاركهم معكم اللي كيجيو الصراحه غزي ولينو كيجيو رائعين. شوفوا تبارك الله كي كيجي كياخذوا اللون ذهبي وفنين، كيجيو مقرمشين ومعمرين من الداخل ما شاء الله، كيجيو ولا اروع صراحه، بنانين بنانين بزاف بزاف، حشوه رائعه فنه. وغنقدمهم معكم ان شاء الله النهار، قلت غنديرهم لوليداتي الفطور ان شاء الله باذن الله، وغنشاركهم معكم. شوفوا ما شاء الله على الوين، اللون ديالهم خيالي. وما نطولش عليكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله باذن الله، خليكم مع المقادير وفرجه ممتعه. عندي هنايا البصله، عندي ثلاثه ديال البصلات صغيرين مشلضين، عندي الكفته، عندي الجزر مبشور خيزتو، وغنبدا ان شاء الله بالبصيله. قلت لكم عندي ثلاثه ديال البصيلات، غنديرهم هنايا في هاد المقيله ديالي تشحروا تنزل لي، وعاد بدا نضيف التوابين يعني شويه بشويه. غندير لهم الزيت بلديه هي الاولى، انا كنشحر هادشي صراحه بزيت بلديه فقط، ما كنديرش كاع الروميه. وغندير لهم معلقه مناصه ماشي بزاف، المهم معلقه، نص معلقه ديال البزار ونص معلقه ديال الكمون، نص معلقه حتى هي ماشي بزاف، شويه ديال الخرقوم، ونص معلقه ديال الفلفل الاحمر، وشويه ديال البزر فقط، شويه ديال عفوا ديال السكنجبير، ونخلط مزيان ونحطو المليحه من طبيعه الحال، شويه ديال الملحه حتى هي على حساب الملحه، كتبقى على حساب الذوق. انا درت نص معلقه هنا حيت عندي الكفته، عندي خيزو، عندي الفيغميسين، الشعريه، الشعريه الصينيه او الشعريه الشينوا او الفيغميسين، كل واحد كيسميها. ودابا نحط البصيله ديالي تشلط، من طبيعه الحال الشعريه راني درتها في الماء سخون خلاص عادي، كي مولفين كنديروها دائما، عفوا سلقتها بالماء سخون، حطيتها في الماء راه خليتها كتخطر على جانب. وعندي ثلاثه ديال الحبات خيزو خلاص حكيتهم، والكفته خلاص راني عاد جبت التمر المجمد، وجوج فريميجات لافاش كيري، الشعريه هي هذه راني درتها في البانيو، كنت حطيتها تقطر خلاص على الشبكه مزيان، قطرت لي من داك الماء، وراني حطيتها هنايا. دابا عندي جوج نشوف واحد الموس وكنقسمها هي هكايا، ديروا الموس ولا مقص ولا اللي عندكم، ماشي مشكل هي تكون طايبه دغيا دغيا كتشرط، المهم انا غير قسمتها هكا بالموس وصافي باش ما تبقاش طويله. وغنخليها ان شاء الله باذن الله على جنب على ما تشحر لي البصيله. وغنزيد لهم واحد المعلقه ديال القزبر يابس مع الكفته من طبيعه الحال، وحبه ديال الكنور خلاص عاد غنضيفو، شويه ديال المعدنوس راني غسلته حتى هو غنقردو تنديرو مع الجزر مع خيزو، هي المعدنوس بوحديتو نقردو هكا طريفات صغيورين. وغنخلي حيت حنا كنبغيو خيز عفوا المعدنوس يبقى لنا فيه شويه ديال المذاق، ما يموتش مره، يعني ما كيدير مع البصله كيتحرق، كتبقى البصله كتشحر، هو كيتشحر بزاف كيدوب مع المعدنوس، صراحه صحي وزويون. نخليوه مع الجزر، كنخليوش داك الجزر يذوب بزاف فقط، المهم هكا كيتشحر تشحيره خفيفه وصافي، حتى هما كيطيبوا في الفران طبيعه الحال. ودابا نبدا نشحر البصيله ديالي على ما كتنزل واحد شويه هكا وتاخذ ديك الوين، وكنبدا نضيف عليها التوابين هانتوما فقط واحد شويه، واحد المده قصيره. وخيزو عندي محكوك من طبيعه الحال في الحكاكه غليظه مبشور في هذا غليظه. ودابا نبدا نخلط هكا ديك التوابل هكا، وغنضيف مباشره معها الكفته فقط حتى هي باش تذوب لي، حيت صراحه مازال عندي مكونجيه شويه، انا ديما كننسى الكفته في الكونجيلاتور وكنجبدها حتى لاخر لحظه هكا كنحطها، المهم وغنبقى نقطع فيها طريف طريف وصافي على ما تذوب لي. هي صراحه دغيا كتذوب حتى هي، كتشم العافيه كتذوب، حيت انا اصلا دايرها مبسطحه، كنقرصها خبيزات وكنحطها في، نضيف واحد نص معلقه ديال القزبر يابس كما قلت لكم، كيعطي المذاق للكفته رائع وكيجي غزال صراحه في سميتو في الطياب، كيعطي واحد المذاق ولا اروع لهاد البصيله وخيزو وكفته مشحرين هكا، كيتواتى المذاق ديالهم مع الكفته مع القزبر يابس عفوا. ودابا نضيف واحد الحبه ديال الكنور كما قلت لكم، غنفرتها على داك الكفيسه محده من ذهبت كنور ديال البقري بطبيعه الحال، وكنبدا نخلط بالمعلقه هكايا بشويه بشويه. انا الصراحه عندي هاد المقله صغير شي شويه، انا قربت لكم باش تشوفوا، شوفوا الشرموله ما شاء الله جات غزاله. كان عندي واحد الحبيبات ديال الزيتون صراحه زدتهم عليهم، هي واحد شويه ماشي بزاف،
مهم كانت سهله لي، كنت جبته البارح ودرت به خلاص داك البطيبطات، يعني صابتهم معاكم فقط خلاص وتسالى لي. بقى واحد شويه ضفتو عليها، ودابا نضيف داك جوج فريميجات وكندوبهم هكا على داك الكفيته، وكنضيف الفيغميسيل باش كنبقى نخلط وتخلط العناصر كلها. راه عمرات لي المقله كنبقى نحاول هي بشويه، كنخلط هي بشويه كتخلط لي مزيان، كندخل شويه بشويه كنخلط داك الحشوه كامله. فقط هي الفيغميسيل راه خصها حتى تشرب داك العطريه وصافي، ما هي اصلا راها طايبه وكتولي طيب في الفران. يعني بغينا هي ندخلو فيها داك الشريميله ديال الكفته وتشربت هي داك خيزو وداك العطيريه باش تجي بنينه. كنبقى نخلط هي هكا بشويه صافي فقط، وكنطفي البوطه ما كنزيدش نخليها تغلي بزاف. كتجي الصراحه هاد الحشوه رائعه، واحد المذاق فيها وواحد الريحه طالعه ديال الزويته صراحه بلديه فريميجه، وديك المعدنوس طالعه واحد الريحه عجيبه وجايه ما شاء الله. كنخلي الحشوه ديالي تبرد صراحه، كندير الحشوه هي الاولى كنخليها تبرد خلاص، وكندوز نعجن شويه ديال الملاوي. يعني الملاوي ما كنشاركش معكم ني العجينه المقادير ديال العجينه، فقط كندير يعني شويه ديال طحين الفرص وشويه ديال الفينو ومليحه ومعلقه ديال سنيده، وكنعجن بالماء دافي فقط. هادشي اللي كندير لها يعني بحال العجينه ديال الملاوي تماما صراحه. كنمشي الحل حيت كانت العصره ادنات، ومهم دلكت داك العجينه بالزربه بالزربه هي في الكوزينه هكايا واقفه دغيا دغيا، ومشيت خلاص على الطبله اللي هي بديت نخدمهم. دابا قلت لكم راني طفيت على الحشوه نخليها تبرد ان شاء الله باذن الله. وهي هذه العجينه ديالي دلكتها واحد شويه وخليتها هي واحد شويه فقط، درتها في الميكا على ما طلقت راسها. واسماء وصاحبتها منار راها جالسين معايا حتى هما الصراحه نقوا لي حيدوا لي الفرماج الساندويش حيت عندي لهم هاد الخبيزات هاد المليويات عفوا، راهم نقوا حيدوا لي منهم ميكات وحطوهم لي في الطبيصل وجالسين حدايا منسيني. والحشوه من طبيعه الحال درتها في واحد البنيو وجبتها حدايا راها بردات. كنبدا ندير المليويات هكا هي صغيورين، هي سكيوتين فقط صغيورين باش ما يجي، حيت كنديرو جويجات كنديرو وحيده مع وحيده خصنا نصغروهم بزاف باش ما تجيناش العجينه غليظه. حنا باغيين العجينه رقيقه وباغيين الحشوه تكون اكثر من العجينه باش ما يجيوناش معجنين. العجينه الصراحه جات ما شاء الله مع هاد الكسات تبارك الله وجات غزاله. خليتها تلقات راسها واحد شويه في ميكا، وهي بديت نخدمها كما قلت لكم. العجينه ديال الملاوي عاديه بحال اللي كنعجنوا الملاوي دائما، شويه الطحين شويه الفينو وشويه سنيده ومليحه والماء شويه دافي، هادشي اللي كاين. ودابا كنقرص وحيده هكا هي صغيره، كندهنها بشويه الزبده والزيت عندي في ديك السليفه، وكندير وحيده على وحيده بحال ما كتشوفوا في الصوره، هي كلشي واضح. كنبدا نخدم وحيده كنحطها على جانب ونولي ندير وحيده واحده اخرى باش يجيونا مورقين ديك المليويات، يعني ما يجيوناش حنا ما كنطويوهمش وعاد كندير فيهم الحشوه. يعني كنطلقهم هكاك وكندير فيهم الحشوه عاد كنبدا نطوي باش يجيونا من الجهه الفوقانيه يجيونا مورقين، وكنقرصو مزيان يعني خبطو مزيان نخليو العجينه رقيقه باش ما تجيكمش مطبصه العجينه وتجي غليظه وتجي ماشي زوينه. وصراحه راه مدلوك هاد الملاوي وجاي ما شاء الله جاي غزال. كنشد بحال هكا ساندويش فورماج ديال ساندويش وكنديرو هكا في التحت، وكندير الحشوه كندير كميه لا باس بها. كنبغي الحشوه صراحه غالبه على العجينه، ما تجينيش العجينه في المليويات ديالي، وكيجيو ما شاء الله واحد البنه فيهم واحد التكرميله جاو خطيرين صراحه. كنتمنىكم تجربوها الطريقه هذه وعتعجبكم. كندير لهم بحال هكا وكنحطهم في اللاطه ديال الفران خلاص، راه اسماء مشات تجيب لي اللاطه. حنا راه جالسين هنايا في البيت خدامين كنصوبو، كنحطها تما كاينه خلاص على داك السداري. هي كتمد لي اسماء الخبيزات صراحه كيعاونوني هي وصاحبتها صراحه معاونيني مسكنين، وكنسخرهم وشعلي الفران وكيقربوا لي يجيبوا لي البيض الله العظيم. كنستمر بحال هكا في الطريقه كنكمل الكميه ديالي كامله بحال الاولى تماما، يعني وحيده على وحيده، وكندير الحشوه فريميجه انتما كما شفتوا، وكنحط في الطبيصل هكا في اللاطه كندير الحشوه تبارك الله بزايد مع داك الحشوه صراحه بزايد. هانتوما تبارك الله كي كيجي، وكنقلبوه هكا كندير وريقات صغيورين باش ما تجيناش العجينه غليظه، ما كتجيش غليظه تماما كتجي فنه. وعندي درت لي اسماء هنا ببيضه في سليفه، درت عليها شويه ديال الخل وواحد شويه ديال النسكافيه باش تحيد داك اللون ديك المذاق عفوا ديال البيض ديك الزفوليه وصافي.
وكنبدا ندهنها بحال هكايا، كندهنهم هكا بيضه وكندخلهم للفران طبيعه الحال. راه قالت لي اسماء الفران راه كيسخن، وكنديهم للفرن نطيبهم، كيتخرجوا ما شاء الله. كنخليهم على عافيه مهيله باش كيطيبوا لي على خاطرهم، يعني كتشرب داك الفيغميسيل، يعني راه ما مقلياش بزاف. شوفوا تبارك الله اللون اللي خداو، كنخليهم على عافيه مهيله وكيجيو ما شاء الله. جاو صراحه رائعين رائعين بزاف، واحد تكرميله فيهم وفيهم الحشوه غالبه على ما فيهم، لا زعما ما جايب لا عجينه مدقصه لا حتى حاجه، جات فنه واحد العجينه ما عندي ما نقول لكم. وكنقدموهم لمائده الافطار صراحه، هي هادو عجبوهم الوليدات بزاف بزاف، جاو رائعين ميني بطبوط. باقين واحد ثلاثه الحبات هما اللي باقين من البارح، شويه ديال الكيكه هي كانت مازال من البارح قطعتها هكا في طبيصل، والشباكيه والحريره خلاص راه بقى لي كالعاده سخنتها، وشويه سلو تميرات، هني واحد المسمنه ديال الشحمه عطاتها الجاره للاسماء صراحه الله يجازيها بخير. هاد المليويه ديال الشحمه هي حاطاها هنا قالت لك خصها تاكل هاد الشهاد الملوي الشحمه، والعصير ديال البنان والحليب، والعصير ديال الفريز والبنان والتشين يعني كالعاده. وهي هذه الطبيله ديالنا المخمرات، صراحه كانوا عندي في الكونجيلاتور باقين من البارح، جبتهم وسخنتهم في الفران حتى هما. وهي هذه المائده ديالنا الافطار ديال نهار اليوم، كنتمنى صراحه تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف والله يجزيكم بخير اخوتي، وشكرا على الكومنتير الزوينه وعلى الكلمات اللي كتخليونا، الله يجيبها في ميزان حسناتكم يا رب. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم بزاف بزاف.